الفتره الحمد لله ماشي بشكل كويس، انما انت بتقول على حسم الدوري، لا حسم الدوري لو عدد المباريات اقل من عدد النقاط اللي احنا خدناهم او الفرق اصلا، فلا لسه بدري جدا. بس انت الحمد لله كل خطوه بتاخدها، يعني النهارده خطوه مهمه جدا، مباراه بتبعد الفرق 9 نقاط، ما عندك خطوات تانيه مهمه خلال الفتره الجايه. انا زي ما قلت لك يعني لحد مباراه المقاولين المباراه التانيه اللي هي المؤجله هيبقى الامور بالنسبه لك ان شاء الله هيبقى الفرق عدى كمان عن 9 نقاط. والنقطه الثانيه عشان ما انساهاش برضو، ان لازم نشيد النهارده بجهاز النادي الاسماعيلي لما يكون محمد محسن وجريشه اول مباراه وبيمسكها النهارده واحد من الشباب واحد من المدربين ان شاء الله اللي هيبقى ليهم مستقبل كبير. فالنهارده ان هم يأدوا حتى يعني يكونوا موجودين في مباراه زي دي والامور بالنسبه لهم مش بعيده عن مدربين تانية كانوا ماسكين. لعبنا النادي الاسماعيلي السنه اللي فاتت ولعبنا مباراه في الدور الاولاني، الامور مش بعيده قوي بالنسبه لمحمد محسن ابو ريشه. فانا اتمنى له التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله التوفيق يا كابتن سيد ارفو. خليك انا اكون لك. ده كان لقاءنا مع كابتن سيد معوض المدرب المساعد للنادي الاهلي عقب هذا الفوز الهام جدا على فريق الاسماعيلي مع نهايه المباراه وبالتحديد في الدقيقه 91.